الحولي، نحن اليوم في 27 من الشهر الثالث. هاي اثار القصف الهمجي من قبل عصابات اسد على المنازل. حطونا الدبابات 72. خلنا نشوف من جوا. الله اكبر عليك يا بشار. شو السيارة؟ الله اكبر عليك، منازل عبد القصيد. الاطفال عم يموتوا. الله اكبر عليك يا بشار. الله اكبر عليك يا بشار، هاي اثار القصف، هاي اثار الدمار. هذا بيت مهدد بالانهيار باي لحظه جراء القصف العنيف. الله اكبر عليك يا بشار. شوفوا ما خلوا شيء بالبيوت، فوق ما عم يحاصرونا، فوق ما عم يحاصرونا عم يقصفونا. وين منظمات حقوق الانسان؟ وين العرب من هالشارع اللي بصير فينا؟ وينك يا امير حمد؟ الله اكبر، الله أكبر عليكم، الله أكبر عليكم، الله أكبر عليكم.